ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الخليج بالبصرة، حل نادي الكويت الكويتي ضيفا في مباراة افتتاح ملعب الميناء بمباراة ودية تجمع الفريقين. وأكدت اللجنة القائمة على الافتتاح تنوع الفقرات والتي ستشمل تكريم نجوم ورواد الميناء، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة وشخصيات رياضية وسياسية. يعني حقيقة لي شرف أن ألتقي مع هذه المجموعة الطيبة من أخوان وزملاء الإعلاميين، ونتمنى إن شاء الله توفيق للجميع. إذا تحبون أنه نتكلم في شيء مختصر أو تحبون تبدون بالأسئلة فأنا حاضر نشوفه. يعني حقيقة بداية أنا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأخوان أشقائنا الكويتيين، وفد الكويت الكويتي يعني شاركنا في هذا الكرنفال الكبير ويشارك هذا الأرث الكبير. لأن حقيقة أنا في مناسبات سابقة تكلمت أنه الميناء ليس ملك أهل البصرة وإنما ملك العراق، بل أعتقد لربما اسم الميناء وتاريخ الميناء تعدى إلى أكثر من ذلك، حتى أنه يعني يلقى اهتمام من كل أبناء الخليج. وخير دليل على أنه تواجد فريق الكويت الكويتي في هذا المحفل في هذا الكرنفال الكبير وفي هذه المباراة اللي هي افتتاح ملعب الميناء الأولمبي، واللي نتمنى أنه إن شاء الله أن تكون فاتحة خير لبطولة خليج عربي، تكون محط اهتمام وحديث للتاريخ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء لازم نشكركم ونسلم عليكم ونقول لكم إحنا سعداء جدا وفخورين جدا بتواجدنا في جمهورية العراق وفي مدينة البصرة، وأن نكون إحنا طرف في افتتاح ملعب الميناء، وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير العراقية والجماهير الكويتية وأيضا بلدي البحرين، جماهير البحرينية والبلدان الخليجية والعربية. مناسبة جميلة جدا، وإحنا في نادي الكويت من رئيس النادي السيد أبو محمد خالد الغانم وأيضا الرئيس الفخري سيد مرزوق الغانم، لنا الفخر ولنا الشرف أن نمثل دولة الكويت الحبيبة في جمهورية العراق كبطل الدوري الكويتي والمسيطر على البطولات في السنوات السابقة على البطولات في الدوري الكويتي، ونكون طرف في هذه المباراة الافتتاحية. وهذا دل على قوة فريق الكويت الكويتي وأيضا سمعته الطيبة في بين دول الخليج والدول العربية. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله راح نسعد الجماهير اللي راح تكون حاضرة في الملعب، ونسعد جميع الجماهير اللي راح تتابعنا خلف الشاشات، ونكون عند حسن ظنكم ونقدم مباراة جميلة يستمتع فيها الجمهور، وإحنا أيضا نستمتع بالجمهور العراقي ونستمتع بالأجواء سواء في المؤتمرات الصحفية معاكم الإعلاميين العراقيين المميزين وأيضا في ملعب المباراة.